السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين رحلة الحلويات مع اسكندرية، ومعادنا النهاردة مع محل مشهور جدا في اسكندرية، أكيد كلنا مرينا عليه لأن هو مكانه متميز في وسط الاسكندرية، في أمام محطة القطار. أي إنسان جاي للإسكندرية بيحب يجيب حلويات لإيه؟ للناس اللي بيزورهم، وبرضه لو أنت مسافر هتزور حد بتاخد معاك حلويات من إسكندرية. محل النهاردة هو محل إبراهيم الغفير، اللي مركزه الرئيسي وفرعه الرئيسي قدام محطة القطار في محطة مصر. بس ايه اللي خلى المحل ده ينجح؟ اولا اسباب ترجع ان هو سعر منتجاته رخيصة، فهو محل شعبي، يعني في متناول الشعب، في متناول الناس، اسعاره اقل من غيره، أقل من المنافسين له في مجال الحلويات الشرقية. برضو الناحية الدينية والناحية الروحانية بتساهم في إيه؟ في شهرة المكان وفي نجاح إبراهيم الغفير. فنجد إن إدارة المحل في وقت الصلاة بتغلق المحل والعمال يذهبوا للصلاة، ويأتي الرزق ويأتي الزباين بعد الصلاة. لازم نربط شغلنا بالصلاة ونصلي الصلاة على وقتها وما نأخرهاش. الشغل مش هيطير ولا هيهرب، الشغل موجود، بس الصلاة هي اللي إيه؟ ليها وقت، ولو وقتها عدى ربنا يتضايق ويزعل مننا، وإحنا مش عايزين نزعل ربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الأسباب اللي خلت إبراهيم الغفير ناجح إن هو بيراعي التطورات وبيراعي الجديد والناس بتفكر في إيه. دلوقتي في مجال الحلويات انتشرت شوكولاتة النوتيلا، بنسمع كتير في مجال الحلويات تورتة النوتيلا وقطايف بالنوتيلا وكنافة محشية بالنوتيلا. هو بدأ يضيف النوتيلا في منتجاته، فلازم يطور ويجدد. فعرفنا أسباب نجاحه، عرفنا الناحية الدينية الصلاة، وإن هو يقفل المحل وقت الصلاة يواكب الجديد. شوكولاتة النوتيلا يحطها في منتجاته، سعره رخيص أقل من أسعار المنافسين له. ودي كانت حكاية هريسة إبراهيم الغفير، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى مع حكاوي اسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.